الفنان ريان الهبر، صباح الخير صباح واهلا وسهلا النور. فيك معنا باستديو اخبار الصباح. هلا فيك. مبلشين السنه بالبوم جديد لإلك، وقعته بمترو المدينه، بمسرح المدينه. قبل ما نبلش ناخذ تفاصيل منك، رح ننتقل سوا بهيدا التقرير الى مسرح المدينه لنتابع تفاصيل اكثر عن حفل توقيع البوم ريان الهبر الجديد. تعقلك تعقلك من اول انا الك وانت الي انا، تعقلك من اول انا الك وانت الي انا. لكن في تفسير من الافضل انه يصير، لكن في تفسير من الافضل انه يصير. بعد طول انتظار وعمل دؤوب وحرص على تقديم الفن الراقي، تأتي ولادة الألبوم الأول للفنان ريان الهبر. فمن عام 2005 مرت سنوات بين كتابة الكلمات وتأليف الموسيقى وصولا إلى التوزيع والتلحين، ليطرح ريان مولوده الأول تحت عنوان تعائلك. ألبوم تضمن 9 أغنيات بمواضيع مختلفة، فكان اللقاء لتوقيع السدي بمسرح المدينة. ليلى ريان من اول قد واسم الله عليه موهوب، يعني مثل بيو بس اكثر كمان احسن. ناطره مناطره اطلع على السياره هلا لبلش اسمع. يعني عندي كذا شخص برا ومن اللي بيدعموا ريان بموسيقته، فطلبوا مني اكثر من شخص انه املنا اياهم، فطبعا ما حمضي عليهم للكل. يعني هلا يا ريت دائما يكون في مستوى بالفن من دون ما ننطره. قلت له اخيرا وليس اخرا وان شاء الله على طول، واكيد في مستوى والمستوى دائما بيكون قليل، يعني مش بالكميه بالنوعيه. اخذ وقت لانه ما كان في انتاج سجله، وما كان بدي سجل سي دي الا مثل ما انا بدي، يعني مع فرقه كبيره فول باند. السي دي مشارك فيه اكثر من 30 موسيقى تقريبا. اليوم مسرح المدينه لانه اخر حفله عملتها لالي عم غني فيها اغنية الخاصه بمسرح المدينه، ووقتها بال 2009 وعدت حالي انه ما بدي بقى ارجع اعمل حفلات لالي، حفلات خاصه غني فيها اغنيه قبل ما انزل السي دي. استطاع الفنان ريان الهبر من خلال الالبوم انه يثبت خطه الموسيقي بتسجيل متقن، والاتجاه الشرقي باعماله بيبقى العنوان العريض. عمل اخذ سنوات من التحضير وانما حمل للمستمع، عمل متكامل بيجمع الفن الملتزم والمعاصر بالوقت ذاته. نحن بحاجه لاجيال جديده ورانا كمان، ما فينا نضلنا على حالنا، لازم يطلع ناس ورانا شباب وصبايا، وريان من هودي الناس. يعني قبل كان في فن كمان اذا بدك تجاري، بس ما وصلنا، بالتالي الفن اللي رح يوصلنا هو الفن اللي بيشبه هذا النوع الفن اللي رح يبقى لبعدين. يعني مش عم نعمل شيء كوميرشال يعني لحتى يبيع، او بمعنى هيدا الشيء الدارج هيدا، وبذات الوقت شبابي قادر حيلا حدا يسمعه. يا ربي ببيئه تشبع هالقيم وهالارث الموسيقي والفني من هالمدرسه هيدي تبع خالد وزياد وغيرها. ريان هو مسح فسح الضوء بعتمه كبيره، على امل انه هالضوء يوسع ويكبر. عبالي في وما ضروري الكل يعرف انه فلينا، عبالي في وما ضروري الكل يعرف انه فلينا. نروح بعيد على مكان جديد مطرح ما في عين علينا. ريان اهلا وسهلا فيك عن جديد. انبسطت بالتقرير؟ حلو حلو الناس حاكين. ما انتبهت لهم، يعني ما انتبهت انه حكوا مع هالقد ناس بالساينينج. اكيد لانك عم بتوقع البومات. بس خلينا نقول انه ما كانت حفله موسيقيه، كان بس توقيع البوم، وانت عندك مثل تكتيك معين لهالموضوع كنت عم تخبرنا عنه تحكي. ايه انا بالنسبه لي انه خلي العالم تسمع الالبوم بعدين بنقدم حفلات بيكونوا بيعرفوا شوي الاغاني،
ساعه بنبلش بغنيه وبينبسطوا كذا وهيك. يعني احلى ما تقدمي لهم شيء دائما جديد، خاصه انه ريبرتواري منه معروف يعني. وبال 2009 اخر حفله عملتها كنا كل شهرين تقريبا نعمل حفله بالايوبي بالايو يعني بكل الجامعات كنا نعمل بالمسارح. اخر حفله كانت بال 2009 كانت كثير حلوه، بس قد ما كانت حلوه حسيت انه ما بدي بقى العالم تجي تسمع اشياء جديده، بدي العالم تحفظ اشياء لإلي يعني انه في اقدم له اشياء. عشان هيك وقفت حفلات بال 2009 واشتغلت على الالبوم. وقفت على اساس انه بده سنتين الالبوم، واخذ كثير وقت لانه ما في انتاج وصرت انا يعني سيلف برودكشن مثل ما بيقولوا. وليش اخترت اخر 2015 مش اول ال 16 تطلقوا او تما تحس كثير يعني سنين مرقت؟ حبيت اعمله بين العيدين لانه بيكونوا كل العالم هون يعني اللي برات لبنان، و كان في نزلوا اول السنه يعني بس بس غبت فتره كثير كبيره. وشفنا حتى في سيده قالت انه هلا هي دغري طالعه على السياره تتحط السي دي وتسمعه. يعني لهالدرجه كان في اشخاص ناطرين موسيقى ريان الهابر؟ هو الاشخاص اللي كانوا يحضرونا بالحفلات والاشخاص انا نزلت غنيه بال 2009 صار جايبه فوق المليونين فيوز، بدك تجمع بين ساوند كلاود ويوتيوب، اسمها مي العرواء على اليوتيوب. نورها هالغنيه اللي هي تسجيلها كان من حفله، اجاني فوق العشر حفلات بالبلدان العربيه، وهذا ما كان سيدي، كان بس وقتها نزلت غنيه وحده. خالد الهبر هو والدك، وسمعنا انه حدا عم بيقول فرخ البط عوام، قديش يمكن من البديهي انه تسمعه وتاخذ رايه بالموسيقى ولا لا؟ تلاقي حالك أكيد مختلف أكيد عن موسيقى. هلا انا سمعته الالبوم من بعد تقريبا ما كان خالص 90%، يعني ما كان جواته ما ربحت جميلته بالاول. لا لا يعني هو بفضل هيك وانا بفضل هيك كرمال ما ناثر على بعض. هلا انا بالنهايه اكيد مأثر فيه بنوع مختلف، انه اشتغل نوع مختلف، نوع موسيقى مختلف عن السيد، بس انه مش كاز وكاز مثل ما بيقولوا. هو حدا مغني بيغني اغنيه بسموه الفرنسيه شانسون اتاكست، هي أغنية الباس تبع الكلام موجهة كتير ومسيسة كتير إذا بدي كمان مسيسة؟ إيه خالد أكيد يعني أغنية ملتزمة. إيه إذا بدي هيك سموه يعني. أنت مش هيك؟ لا أنا انتبه، أنا بحترم هذيك التجربة وبعد طبعا. وأنا بشتغل مع خالد أصلا بوزع كل موسيقته ومع الفرقة يعني، بس لما تسمعي هون حتلاحظي إنه مش المواضيع أكثر اجتماعية رغم إنه بالأسامي بيتشابهوا، لأنه الأسامي أنت يعني بين هذيك شو قلت لنا اسمها اللي علي مي العرواء وتعا أقول لك الأغاني بتحس كمان هاتفة يعني، في إلها هدف في إلها رسالة هدي يعني تعا أقول لك يعني ايه، بس هو الاغاني عاطفيه بحت، بس معالجين الموضوع العاطفي مش مثل ما الاغاني الكوميرشال معالجتهم. يعني انه امبارح كنت عم اقول لحدا انه ما فيك ما حتسمع اغنيه مثلا بتقول انه اللي بيطلع فيك بدي اوصه وبدي شطبه وبدي طبعا غير نوع من الاغاني العاطفيه يعني. بس الاسامي كيف بتركز على الاسامي وبتختار؟ ما هي بيطلع موضوع غنية وقلت 90% من المواضيع هو تجارب شخصيه يعني قصص مضبوطه. اغنيه ام يا حلو مثلا يلي كتبتها لجدك صح؟ مزبوط. كان خبصته السياره بسنه 2000 وضلوا سنه بالكوما، فكتبت له قوم يا حلو ضوي الدنيا صار لك سنه نايم. الاغاني بس مش بصوتك ريان كمان، خلينا نقول ابدا مين رح نسمع نحن بهالالبوم؟ حتسمعوا اول شيء يعني الحصه الاكبر لشادية ابي حبيب. شادية بنت تعرفت عليها بالجامعه بكاسليك، انا دارس ميوزيكولوجي بكاسليك. صوت كثير حسيته قريب وبيقدر يعبر عن كلمات يعني، ما ضروري يكون صوت لا اوبرالي ولا صوت طربي بحت، هول الاغاني بدهم كاركتير يغنيهم. مع انه صوت شادي عنده قدرات مخيفه. كمان إلي اشترك هذيك السنه كمان بستار اكاديمي، بس انا مسجل هول قبل ما يفوت على ستار اكاديمي يعني بس لحتى اذا العالم بدها تعرفه. ومعي فرح نخول، فرح معروفه بتعمل حفلات. ايه بلشت تغني معي بالاول، بلشنا سوا، بعدين رجعت صارت تغني مع زياد رحباني باخر سنتين. ومعي علي الخطيب اللي هو عازف الرق والموسيقى الفظيع يعني، اللي كل شيء سمعتيه لفيروز وزياد ومارسيل وخالد الرق هو محطوط ايقاعات هو يعني، فكان لي الشرف غنى معي غنيه كاركتير صوته، هني عندهم فرقه اسمها المخادعون فصوته كثير كاركتير، فهيك حبيت شاركني يلبق على الاغاني يعني. كم موسيقى بس على
اشترك بالالبوم كمغنيين اربعه اسميهم هن المغنيين في فوق 30 موسيقي سجل. صح وموسيقيين من مختلف الجنسيات كانوا ريان يعني معك. كانت اكيد الاكثريه لبنانيه كان في ارمن كان في سوريين كان في اثنين انجليز وحدا مصري امريكاني يعني لاتين نجار اسمه اوكي يعني مزيج حلو نعرف شو رح نسمع ان شاء الله يلا بنسمع سوا اوكي كنا عم نسمع فأزن مي العروة وفرقة بسيطة من العناوين قدرنا هي منا فرقة مؤلفة من أعضاء دايمين ممكن الأعضاء يتبدلوا ممكن يكونوا 24 بس الفكرة أنه في هيدا العنوان يلي بيجمعكم سوا بحفلاتكم بالألبوم في 9 أغنيات لحن وكلام وفي بس مقطوعتين موسيقى من دون كلمات أي متى بتقرر تحط كلمات وأي متى لا بكون الموسيقى حاضرة قبل وبترجع بتركب عليها الكلمات؟ لا هلا الأغاني معظمهم مواضيع طالعة أفكار يعني كفكرة مثلا مثل مي العرواء طالع فكرة إنه كأنك فضيلة مي العرواء كتبت كلام ولحنت ورجعت الكلام قبل إيه طبعا كلام قبل الموسيقى بيطلع معك نغمة بتقولي لا هي بدي أعملها بس موسيقى بس موسيقى هون في موسيقتين بالألبوم في واحدة اسمها أجوب هدية لشاب من أول ما بلشنا نشتغل هو كان يعمل لنا إضاءة أرمني اسمه أجوب ديرجوكاسيا مسرح مولو بمسرح مولو وجه له تحية وفي موسيقى تانية اسمها إلى وردة هي عملتها اوماج لوردة جزائرية ودقة ترومبتيست سوري اسمه نزار عمران وفيها الحلو انه عم يدق ترومبات ربع الصوت فيها كيف هديتها لوردة؟ يعني ليش هيدي المعزوفة هي لوردة؟ لا اقول لك ليش لانه وقتها من بعد ما توفيت طلع معي نغمة حسيتها كثير قريبة لأغانيها لجو بليغ حمدي شو كان يلحن لها كذا وحبيت يعني عملها اوماج لها لانه عملت كنت تتابع حفلاتها حضرتها بلبنان وقتها كنت بلبنان انا كنت مسافر هي اخر حفله عملتها صح بأسواق بيروت كنت بس في رفقاتي الموسيقيه اشتغلوا معها غير قد ايه كنا نحبها في رفقاتي خبروني قد ايش هي شخص مخيف شو بينحب يعني قد ايه هي شخص داون تو ايرث اذا بدك وهيك حبوبه و مزبوط قريبه كثير من الناس حتى ورده وبتحب لبنان كثير كانت كثير تحب لبنان ولما كنا صغار نحن بتعرفي الواحد الصغير اغاني ام كلثوم وعبد الوهاب تقال عليه كطفل او كهذا ورده كانت اقرب كانت اقرب لنا كذا هلا بعدين وقت كبرنا شوي صرنا بعدين اكيد منفتحين على غير انواع ايه بس ورده يعني كانت قريبه للصغار بنفس الوقت ثقيله يعني للسميع جامعة الاجيال الاثنين والكبار والصغار يعني هلا من بعد التكتيك يلي اتبعته بين انه توقف حفلات بال 2009 تشتغل على البوم صدر الالبوم اي متى هلا الحفلات؟ هلا حفلاتي لإلي بمارس بدنا نبلش نعمل حفلات ندق القصص الموجوده بالسيدي من هلا لوقتها كل الناس يلي اخذوا السيدي يحفظوا الاغاني يحفظ لانه بدي اسمع لهم بس منيح هيك هالسياسه اللي عم بتطبقها ريان اكيد عن جد
هلا مش مجبورين بس بتفاعلوا اكثر معك على المسرح صح مش حلو انت وقت تكون عم تحضري كونسرت تبلش غنيه من اول نوته تعرفيها تقوم تتحمس عليها ايه مزبوط طيب متى ايه كنت عم تخبرنا بمارس يعني بعد ما في ديتات معي يعني بمارس بدي ارجع اعمل حفلات ابتداء مسرح المدينه وبنرجع مناطق ومسافر بس ريان الكوفر دقيقة الكوفر كتير لفت لي نظري انه هيك الصورة كتير عفوية وكنت عم تقلنا انه هي الصورة اخترتوها كمان بطريقة عفوية يعني مش هي ما كانت اصلا صورة الكوفر صح الاساسية نزلنا لنعمل فوتوشوت ببيسين فاضي بشتوية كان حرام كانوا مزقزين الصبايا ف يعني عملنا بعد شوي قال المصور خلص خدوا بريك فولعت سيجارة انا ويلي شال التليفون اللي عم يدخن اللي عم يتسير فاخذها لهي الصوره وطلعت لذيذه كثير حبيت حطها لانها عفويه يعني طيب بتسمع اي متى بتسمع لخالد الهبر؟ كلمته ولا كلمته ما بعتقد بتسمع موسيقى عم بحكي هلا قربيت عليها للموسيقى بالنهايه هو انا وخالد بنشتغل دائما ليه بتقول له خالد؟ ليه بتقول له انا ووالدي انا وبيي انا هيدي مشكله على فكره مع انه حلو كثير كلمه بيي بس لانه بالتمارين وقت يكون في 30 موسيقى وبدك تبرم تقولي له ما حد تقولي له بابا بابا بليز تعبني بدك تقولي له خالد بقى تعودت على الاسم اوكي اي متى بتختار تسمع له عن جد يعني بيطلع على بالك تسمع له اعماله؟ اوقات كثير او يعني شو بترندح اكثر شيء؟ لانه اعماله كثير حميمه بالنسبه إلي وفيها نوستالجيا حتى الأعمال الجديدة بتعبر دائما يعني خالد متابع الوحيد اللي تابع كل المواضيع اللي بعدها عم تصير لهلا وبعده لهلا كل سنة عنده حفلتين ثلاثة وعم بيتابع عكس كل اللي غنوا هذيك الأغنية يعني ليش هو أولك غير عن غير ليش هو كفى بتخيل لأنه صادق يعني هذا اكثر شيء يمكن موسيقته هي اكثر وسيله ليعبر عن كل شيء عم بي يعني جرب يعني اجى كثير عروضات ليروح على محلات ثانيه كذا كان عنده المبدا اول شيء يعني عنده المبدا اهم شيء بحياته وهذا الشيء اثر علينا كثير ان كان من الناحيه المعنويه وان كان من الناحيه اثر عليه من الناحيه الماديه يعني اخذ قرارات دفع حقها كثير غالي يعني بس بالنهايه بنحبه هيك نحن وهو هيك يعني ما بتخيل عم يعمل بالنهايه والناس بحبوه هيك طبعا شو اكثر اغنيه لخالد هيك بتضلك بترندحها ريان ما في غنية معينه يعني كل فتره بيطلع على بالي اسمع شيء معين يعني كنت هلا العالم بتحب اكثر شيء خدني معك ودينا على شارع الحمراء اغنيه عاطفيه وضحكنا عليك يا بشاره انا في قصص قديمه اكثر بحبها هيك لما كان اصغر يعني مثل فركلة عازف الجيتار وهو يعني باول بدايته بحبهم كثير هيك بحسهم بدك بيعصروا القلب مثل ما بيقولوا طيب رح نشوفكم سبا على المسرح في ايه طبعا نحن موعدنا مع خالد عنا اول شيء ب 31 جانفيي بتياترو فردان مسرح فتح جديد فردان عنا حفله مع خالد وهي حفله ما حتكون مع الفرقه الكبيره حتكون فرقه مصغره ولانه المحل هو منه مسرح بس هو مطرح فيك تاخذي درينك وتاكلي وتشربي وكذا فحتكون مثل قعده بيت بس مع جمهور موسعة يعني ايه يعني حنشتغل على ريبرتوار مهضوم وعنا باول ايار معه باليونسكو هذا ديت كل سنه وبأدار وبأدار انا حبلش كونسيرات وانا بكل سبت بعزف بمطعم وليمه ورده اغاني قصص لبناني ومصري قديم يعني اولديز وكذا وهيك معي صبيه بتغني اسمها ريتا سليمان وريسنتلي استلمت فرقه عباس شاهين اللي رجع يغني من بعد طول غياب مزبوط فنحن كل جمعه مع عباس شاهين بتياترو فردان كمان نعم عظيم يعني مرقت كل شيء ما في دعايات ماشي هلا اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك ريان تستاهل كل دعاية بكل الاحوال لان اعمالك عن جد حلوه مبروك السيدي الجديد ان شاء الله ما ياخذ وقت السيدي الثاني كمان الوقت نفسه بلا ان شاء الله بنشوفك بقدر على خشبه المسرح اهلا وسهلا فيك بتضل معنا بليز لناخذ اتصال مباشر مع امين عام الصليب الاحمر لبنان الاستاذ جورج كتاني صباح الخير صباح الخير ويعطيك العافيه استاذ جورج امبارح حكينا معك بس من امبارح لليوم شو جد شيء جديد واي اتصال مباشر او حوادث معينه؟ لا بالمبدا الحوادث عم تصير يعني بتصير امبارح بس الحوادث اللي صارت بظهر البيدر في منطقه
بجسر المدايرج صوفا المدايرج في منطقة فيها شوي جليد، صار في ثلاث حوادث ورا بعضهم، بلغنا القوى الأمن الداخلي فيهم يمكن 11 إصابة. هيدا المكان في جليد والحوادث، ما في حوادث مهم للأسف، في حادث بالزوق في قتيل يعني حادث سير، هيدا مش من جراء العاصفة، بس مش من جراء العاصفة، نحن عم نحكي من العاصفة يعني بالإجمال فتحت الطرقات بالإجمال فتحت الطرقات وبس العالم لازم تنتبه من جليد، وبينخاف بس في حال للمخيمات السوريين إذا صار في آيس رين أو شتاء جليدي، هذه بتخوف بس بس على على المخيمات. بس بالمبدأ العالم لازم تنتبه بالسواقة وتنتبه على جديد في حال نزلت الحرارة. والطرقات فاتحة وما في مشاكل، كله تمام أوكي، ما في مشاكل أبداً. وشكرا لكم. شكرا، اهلا وسهلا فيك امين عام الصليب الاحمر اللبناني استاذ جورج كتاني، يعطيك العافيه. ونوجه تحيه كمان لكل عناصر الصليب الاحمر يلي بنعرف انه دائما هن على جهوزيه تامه لتلاقي كل اتصال. و زربت بالعاصفه شيء؟ لا، وين كنت ليله راس السنه؟ كان عندي شغل. كنت ما كنت بالجبل او شيء؟ لا لا، بس عاده بتتفائل بالثلج وال حلو بس ما شرفت واخيرا مش يعني يعني دائما الدوله مش محضره شيء لا للشوب ولا للبرد. ايه ما فجاه بيجي الشتاء نحن ايه بلد ما بتشتي يعني عاده، ممكن تشتي تتلج بالصيف، كيف بدهم يكونوا محضرين؟ في موصل رساله من تعقلك؟ في غنيه واحده في لطشه للدوله لكل شيء بيفتخر فيه اللبناني اسمها كرمال ماتوا الارض، بقول فيها انه اذا كرمال شو؟ كرمال الماتوا للارض. يعني بقول انه شعبه مملاقي ذاته الا بزلمه زعماته، شايف حاله بنتفه ارز وبحر وجبل ومناخاته، لا كرمال تراباته لا الميزه مناخاته، كرمال الماتوا للارض رح غني لهيدي الارض. ريان الهبل شكرا لك ومبروك تعقلك، ونحن بانتظار اعمالك الجديده كمان. حلقتنا لليوم وصلت لختامها، بنتمنى لكم بدايه اسبوع حلوه، بكره بنشوفكم بحلقه جديده على 7:30، كونوا على الموعد. باي باي.